موجز الأنباء من تلفزيون وطن، أهلا بكم. نعت الحكومة الفلسطينية المساعدة في قوات الأمن الوطني حسن أبو الحاج الذي قتل خلال اشتباكات مع مطلوبين للأجهزة الأمنية بمخيم بلاطة، متوعدة بملاحقة الخارجين عن القانون. وكان أبو الحاج قتل في اشتباك مسلح عنيف اندلع الليلة الماضية بين مسلحين وأجهزة الأمن الفلسطينية بمخيم بلاطة. نظمت القوى الوطنية في محافظة رام الله والبير اليوم وقفة احتجاجية أمام ممثلية سويسرا في مدينة البيرة، رفضاً لقرار البرلمان السويسري بتجريم حملات المقاطعة BDS وتصويته الأخير باعتبار المقاطعة عنصرية. أظهر استطلاع للرأي أن ما يقارب ثلث اليهود لديهم الرغبة في الهجرة من إسرائيل في حال توفرت الظروف والفرصة لذلك، وفقاً لما نشرته المواقع العبرية اليوم. نختم الموجز مع حالة الطقس، حيث من المتوقع أن يكون الجو يوم غد الثلاثاء غائما جزئيا، كما يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. ولمزيد من المعلومات وتقارير الأخبارية زوروا موقعنا الإلكتروني وطن دوت تي في. نهاية الموجز، إلى اللقاء.